أبناء الأعزاء، السلام عليكم. دي المحاضرة الرابعة في نظم تشغيل الحاسب من الفرقة الثانية لنظم الحاسب الآتي. هنتكلم هنا عن التوفيق المنطقية كومبينيشنال لوجيك. الكومبينيشنال لوجيك عندي منها عدة أنواع. طبعاً أنواع الدوائر التوافقية يتم تحديد رمز المقررات جميع البوابات، المقررات التي يتم توصيتها بالمدخلات غير المتغيرة. يتم تحديد رمز البوابات التي مدخلاتها مقررات الخطوة السابقة. يتم اعاده تنسيق الخطوه حتى نصل الى الداله. اما في الخطوات بتاعتي من الدوائر التوافقيه، على سبيل المثال المطلوب رسم الدائره المنطقيه للداله التاليه وذلك باستخدام اسلوب الدوائر المنطقيه التوافقيه، ثم استخراج جدول حياه الفانكشن بتاعتي اي بي سي عند ثلاث متغيرات بتساوي اي بي سي زائد اي بي اي زائد بي زائد سي في اي بي زائد اي سي زائد بي سي كومبلت. الكلام ده ازاي؟ الداله دي تحتوي على ثلاث متغيرات وتتكون من اربع اجزاء. يتم تحديد رمز لكل عمل. يتم اعطاء رمز المقررات الجزء الاول حيث ان المدخلات هي المتغير A، المتغير B، المتغير C، والمقررات هي A، B، C حديها الرمز T2. يتم اعطاء رمز الجزء الثاني من الداله وليكن T1. يتم اعطاء جزء للرمز الثالث وليكن F2. يمكن ايجاد مكمل هذه الداله ويصبح F2 كوم. يتم اعطاء رمز الجزء الرابع وحصل ضرب الجزء الثاني والجزء الثالث وليكن حصل رمز T3. ممكن ال A B C حديها رمز T1، A زائد B زائد C حديها رمز T1، A B C حديها رمز T2، A B زائد A C زائد B C حديها رمز F2، A B زائد A C زائد B C كومن حديها F2 كومن. يبقى الدالة تعتبر عن T1 مضروبة في F2 كومن هتساوي T3. يبقى T2 زائد T3 تساوي T1 اللي هي الدالة الأصلية. طبعا انتوا عارفين الرموز بتاعت البوابات لما ارسمها، ادي ال A B C هتديني كده T2، A B C هتديني T1، A B و A C و B C هيتجمعوا هنا عشان يديني F2 وهكذا.